إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن رعاية المسن والاهتمام به أولا بأول. طبعا هذه حل في حل المشكلات أو إشباع الحاجات لابد من عمل برنامج نشاط حركي جسمي وذهني عقلي له لمساعدته على يعني على روح التفاؤل ليعيش شيخوخته بأوسع وأكمل شيء ممكن. ولابد من الاهتمام بالعمر العقلي ومراعاته وكذلك العمر التحصيلي والمستوى الفسيولوجي والانفعالي والاجتماعي والجنسي. أيضا في الشيخوخة لا تعاد بالعمر الزمني فقط. وأيضا تشجيع المسن على البحث والاطلاع حتى يعني نبقي ذاكرته يعني منتبهة ونشجع على تحديد أهداف للمستقبل يسعى لتحقيقها ونحث على السعي لذلك. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله نشوفكم في درس قادم.